كما ترون هنا الصيغة البنائية للإيثاين، كما ترون هنا هو يتكون من ذرتي كربون بينهما رابطة ثلاثية، وكل منها مرتبط بذرة هيدروجين واحدة فقط. لننظر للكربون على اليسار، إنه مرتبط بذرتين مختلفتين من على يمينه وعلى يساره، ذرة الهيدروجين على اليسار وذرة الكربون على اليمين برابطة ثلاثية. لو أردنا أن نتحدث عن تهجين هذه الذرة على اليسار، هذا لا يمكن أن يكون تهجين SP2 أو SP3. لننظر إلى المدارات هنا في هذا الرسم، يوضح موضع المدارات حسب طاقتها. طبعا 4 إلكترونات تكافؤ للكربون موزعات في 4 مدارات مختلفة، نعم كما ترون هنا. طبعا الإيثاين كلا ذرتي الكربون فيه مرتبطة بذرتين أخرى، إذا نحتاج لتشكيل مدارين اثنين فقط، وستتشكل هذه المدارات من عن طريق أو عن طريق تهجين مدار S مع مدار واحد فقط من المدار B. لنرفع المدار S في الطاقة ونخفض المدار B هنا بهذا الشكل، وهكذا سنترك اثنين المدارات B غير ممسوسة لذرة الكربون. دعونا نضع هذين المدارين فوق ونضع الإلكترونين فيهما. إذا هنا تشكل لدينا مدارين مهجنين من النوع SB. إذا هناك مدار S، أو ما كان من قبل مدار S هو الآن SB، وهذا المدار P على اليمين أصبح الآن هو المدار المهجن SB. بما أننا شكلنا المدار الجديد من المدار S وواحد من مدار B، هذا يسمى تهجين SB أو SP hybridization. نعم، إذا كلا ذرتي الكربون في جزيء الإيثاين تهجينهما من النوع SB، هذه الذرة على اليمين وأيضا هذه الذرة على اليسار، نعم بهذا الشكل. وسيكون لديه 50% من خصائص المدار S و50% من خصائص المدار B طبعا، وسيكون شكل هذا المدار يختلف عن شكل المدار SP3 المهجن، وهذا لأن له طبيعة 50% من مدار S وطبيعة 50% من مدار B. دعوني أرسمه هنا كلا جانبيه بنفس الحجم تقريبا طبعا، وذلك السبب الذي ذكرناه قبل قليل. فالآن أصبح لدينا 50% من خصائص المدار S. طبعا شكل هذا المدار بفرعيه أو بفلقتيه هاتين سيجعله يعقد الرسم، لذا عند رسمه من الآن سنرسم هذا الجانب فقط ونتجاهل الجانب هذا. نعم، إذا سنرسم الجانب على اليمين. حسنا، إذا هنا 50% كما ذكرنا من خصائص المدار S و50% من خصائص المدار B. وإذا أردت رسم جزيء الإيثاين وتظهر مدارات الـ SB فيه، طبعا هذا هو جزيء الإيثاين. الآن نعلم أن كل ذرة كربون لديها مدارين SB مهجنين. نعم، إذا مدارين SB لكل ذرة كربون وهما هنا. الآن كل مدار مهجن اس بي يحتوي على الكترون تكافؤ واحد فقط. لنحاول رسم الجزيء الإيثاين بمداراته ونبين تداخل المدارات مع بعضها. هنا المدار اس بي الأول، وهنا سأضع المدار اس بي الثاني مقابله هنا. هذه ليست الفلقة الثانية إنما الفلقة الأولى من المدار اس بي، وهنا كلا المدارين يحتوي كل منها على إلكترون واحد. نعم، ويوجد أيضا ذرة الكربون على اليمين، هذا المدار اس بي الأول لها، وهنا المدار الثاني. إذا هذا المدار الثاني اس بي. كل مدار اس بي مهجن كما علمنا لديه إلكترون تكافؤ واحد، نعم بهذا الشكل. حسنا، بالنسبة لجزيء الإيثاين طبعا لدينا ذرتي هيدروجين لا نغفل عنهما، ذرة على الكربون أو على ذرة الكربون على اليسار، نعم، وهذا الإلكترون في المدار طبعا لديها إلكترون واحد وهو في المدار S وهو بشكل كروي كما نعلم. ومن ثم طبعا لا نغفل عن ذرة الهيدروجين على اليمين على ذرة الكربون الأخرى، نعم ولديها إلكترون واحد. لنعد هنا إلى الرسم هذا، نرى أن كل ذرة كربون مهجنة لديها مدارين P غير مهجنة، كل منها إذا لديها مدارين P غير مهجنة، ولكل مدار لها أو له إلكترون واحد تكافؤ فقط. لنرسمها هنا، وسأستخدم اللون الأرجواني الآن. نعم، إذا هذا المدار الأول، المدار P الغير مهجن، ونعلم أن لديه إلكترون تكافؤ داخله هكذا، وهنا المدار
في الثاني أيضا الغير مهجن لذرة الكربون على اليسار، وهناك إلكترون تكافؤ بداخله. سنقوم بنفس الشيء بالنسبة لذرة الكربون على اليمين هنا. نعم، سأرسم مدارات بي لديها هنا واحد غير مهجن وداخله إلكترون تكافؤ واحد، ومن ثم نحتاج واحد آخر وهذا المدار الثاني ولديه أيضا إلكترون تكافؤ واحد فقط. نركز جيدا الآن لإيجاد نوع الروابط. لدينا يمكن رؤية التداخل هذا بين ذرتي الكربون، هذا الناتج عن التداخل الرأسي من مدارات اس بي. طبعا هذا التداخل كما ذكرنا هو تداخل رأسي، وهذا ينتج أو يشكل الرابطة سيجما. إذا هذه الرابطة هي من نوع سيجما، ويمكن رؤية هنا أيضا رابطة سيجما أخرى بين المدار اس بي المهجن من الكربون والمدار اس من الهيدروجين. هناك أيضا رابطة سيجما هنا. نعم، إذا يمكن مباشرة أن نقول يوجد عندنا أو لدينا ثلاثة روابط سيجما في جزيء الإيثاين. الآن عند النظر إلى المدارات بي تلاحظون أنها لا يمكن أن تتداخل بشكل رأسي، إنما تتداخل بشكل جانبي كما نلاحظ من الرسم. نعم، بهذا الشكل. وهذه الرابطة هي رابطة من النوع باي، إذا لدينا هنا رابطة من النوع باي نشأت من التداخل الجانبي لمداري بي هذه. وإذا نظرنا إلى هنا هناك فرصة أيضا للتداخل بشكل جانبي بين مدارات بي من كلا الذرتين، وفي المحصلة تنشأ رابطة باي أخرى. إذا الروابط الموجودة في جزيء الإيثاين هي ثلاث من النوع سيجما واثنتان من النوع باي كما رأينا. لننظر إلى الرابطة سيجما هذه مرة أخرى. طبعا هذه الرابطة تشكلت من تداخل مدارين اس بي مهجنات من او مهجنين من كلا ذرتي الكربون. نعم، وهي من ضمن ثلاث روابط بين ذرتي الكربون، لهذا ستكون اقصر من الرابطة المزدوجة او الرابطة الأحادية. نعم، لنرسم الصيغة البنائية لجزيء الإيثاين مرة أخرى. هنا نرى رابطة ثلاثية بين ذرتي الكربون وذرتي الهيدروجين على كلا الجانبين بهذا الشكل. إذا نظرنا إلى الصيغة البنائية وحاولنا حساب عدد روابط سيجما وعدد روابط باي، كل ما يجب عمله هو عد الروابط الأحادية، وهذا سيدلنا كم عدد روابط سيجما لدينا. إذا هنا لدينا رابطة أحادية، وهنا أيضا رابطة أحادية وهي رابطة من نوع سيجما، وهنا رابطة ثلاثية بين ذرات الكربون. نعلم أن واحدة من هذه الرابط هي رابطة سيجما. طبعا أي منها لا يهم، ما يهمنا هو أن واحدة منها فقط هو من النوع سيجما. إذا هنا لدينا ثلاث روابط سيجما. لنحدد أماكن روابط باي، نعلم أن الرابطة الثلاثية هذه رابطة سيجما واحدة ورابطتين باي. إذا هذه تمثل رابطة أو روابط باي. إذا هنا لدينا رابطتين باي لجزيء الإيثاين، هذه ستكون أقصر رابطة بسبب أن رابطة سيجما تنشأ من التداخل الرأسي لمدارات اس بي المهجنة، وهذا ما تحدثنا عنه في فيديوهات سابقة. عند التفكير في زاوية الرابطة بين الهيدروجين والكربون، هذه الزاوية، طبعا هذه الزاوية هذا خط مستقيم كما ترون. لنرى إذا كان بالإمكان رسم هذا بسرعة. إذا هذا خط مستقيم يسير من خلال كل هذه الذرات هنا بهذا الشكل. إذا الزاوية ستكون أو سيكون قياسها يساوي 180 درجة كما نلاحظ. إذا 180 درجة، ويمكن رؤية أن الخط المستقيم يسير خلال كل المدارات، مدارات اس بي المهجنة ومدارات اس من الهيدروجين. إذا هذه المدارات تشكل الشكل الهندسي، وهو كما ذكرنا هو خطي، وتمنع أي دوران. طبعا التداخلات بين مدارات بي من كلا ذرتي الكربون وتشكيلها للروابط باي يمنع أي دوران حول محور الرابطة الثلاثية. الآن نأخذ مثالا يلخص لنا كل ما تعلمناه عن التهجين اس بي واس بي 2 واس بي 3. سأرسم هذا الجزيء هنا بهذا الشكل، وسأعقده قليلا ليكون ملخصا لكل ما ذكرناه عن أنواع التهجين الثلاث كما قلت قبل قليل. لنحاول الآن الإجابة على بعض الأسئلة عن هذا الجزيء. السؤال الأول سيكون تحديد نوع التهجين لكل ذرة كربون فيه. إذا نظرنا إلى ذرة الكربون هذه مثلا على سبيل المثال،
يمكن رؤية رابطة ثنائية هنا، ويمكن مباشرة معرفة أن تهجينها هو من النوع SB2، ونفس الشيء بالنسبة لذرة الكربون هذه، لديها أيضا رابطة مزدوجة أو ثنائية، إذا تهجينها SB2. ذرة الكربون هنا لديها رابطة أحادية أو روابط أحادية فقط حولها، وسيكون تهجينها من النوع SB3 مباشرة. وشاهدنا للتو في هذا الفيديو أنه إذا كان هناك رابطة ثلاثية، فإن تهجين ذرات الرابطة الثلاثية سيكون من النوع SB. الآن السؤال التالي: شكل وزاوية الرابطة. الآن سنتعلم أو سنتعرف على شكل وزاوية الرابطة في هذا الجزيء لكل ذرة، لنفكر في هذا لذرة الكربون SB3. شاهدنا في فيديو التهجين SB3 أن الذرات حوله ستتبنى شكل رباعي السطوح، نعم شكل رباعي السطوح، وتحاول أن تصل إلى زاوية مقدارها 109.5 درجة، وهذا يحافظ على التهجين SB3. تهجين SB2 شاهدنا أنه سيعطينا شكل هندسي مستوي ثلاثي الزوايا للذرات حول ذرة الكربون هذه، مع زاوية الرابطة تقريبا 120 درجة. بالنسبة لتهجين SB شاهدنا في هذا الفيديو أنه سيكون خطي، نعم سيكون خطي، وأعطانا زاوية ترابط مقدارها 180 درجة في النهاية. لنعد روابط سيجما وباي في هذا الجزيء. سنبدأ مع عدد روابط سيجما، دعونا نأخذ روابط سيجما. طبعا كل ما يجب عمله هو عد الروابط الأحادية. إذا هذه 1 2 أو 2 3. للرابط المزدوجة نعلم أن واحدة من هذه هي رابطة سيجما من فيديو التهجين SB2. إذا 4 5 6 7 8 9. ومن ثم في هذا الفيديو شاهدنا الرابطة الثلاثية، واحدة من هذه هي رابطة سيجما. إذا واحدة من هذه هي رابطة سيجما هنا. إذا هناك ما مجموعه 10 روابط سيجما في هذا الجزيء. إذا عددنا 10 روابط سيجما. ماذا عن الروابط باي؟ بالنسبة للرابطة المزدوجة لدينا رابطة سيجما واحدة ورابطة باي واحدة. إذا هذه يجب أن تكون رابطة باي. نعم، بالنسبة للرابطة الثلاثية لدينا رابطة سيجما واحدة ورابطتين باي. إذا هناك 3 روابط باي لهذا الجزيء. نعم، وهذه الأسئلة بالعادة نسألها في اختبارات الكيمياء العضوية. يجب أن تكونوا قادرين على تحليل الجزيئات العضوية بهذه الطريقة.